سلام. السلام عليكم يا أبي. تعال. وعليك السلام. الساعة الآن 10 ليلا. أين كنت؟ أين كنت؟ كنت أفطر عند صاحبي، بإمكانك أن تسأله. أين أقمت صلاة المغرب والعشاء؟ في المسجد بكل تأكيد، في المسجد. لم ألمحك هناك. كيف تلمحني يا أبي؟ الازدحام والمصلون، ازدحام في المسجد. هل تشك يا أبي أنني لا أصلي مثلا؟ قطعا لا. أو تعرف، إن عرفت أنك من غير المصلين. أبي، ثق تماما يا أبي، أنا ولدك، هذا شيء لا يحدث. لو حدث لا سمح الله، فقد حرمت عليك داري وطعامي وشرابي وإرثي. والدتك في المطبخ، ربما تنتظرك لتطعمك من الحلوى التي صنعتها للتو. أنا أحب الحلوى يا أبي، أحبها كثيرا. سنترافق سويا عند صلاة الفجر. بالطبع، بكل تأكيد. يذهب. لقد قضى والدك في فراشه وهو يلهج لله بالدعاء أن يهديك سواء السبيل وأن يغفر لك. هيهات أن يحدث هذا يا أمي، وقد ملئ كتابي المنشور في الآخرة بكل أنواع المعاصي والموبقات. وتعصي الله في داري، بل دار زوجي.
الذي أمنني عليه ووضع ثقته بي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعطني المفتاح بسرعة. أعطني المفتاح. خذي. وتدخن وتدخن أيضا. وما الطيب في ذلك؟ لأنه مضر بالصحة؟ لا، بل لأنك تكذب على والدك وتدعي بأنك لا تعرف التدخين مطلقا. أفهم من هذا أنك سوف تخبرين أبي أنني أدخن. أرجوك لا يا أسماء، أرجوك. لا، لن أقول له الآن، لكنني أجزم بأنني سأقول له ذلك في المستقبل. سليم، أراك قررت الرحيل يا سليم. لا داعي للمزاح يا وائل. سليم، ما الذي حدث لك يا سليم؟ لقد طردني والدي من المنزل. هل عرف أنك لا تصوم شهر رمضان؟ لا، لم يعرف. إذن لماذا طردك؟ لأنني لم أذهب معه إلى المسجد. يريدك أن تكون مؤذنا؟ كفاك سخرية يا وائل. اسمعني جيدا يا سليم، لدي مشروع هام جدا يدر علينا ذهباً.
مشاريعك دائما ما تكون مشاريع شيطانية. سليم، دعنا نخرج من هذا المكان وسأخبرك عن مشروعك. هيا. سأشتري بعض الحاجيات لسهرتنا الليلة، لن أتأخر. ها، ثمن السيجارة الواحدة من هذا الصنف يوازي ثمن 10 علب من التمر. هذه السيجارة الحسابية تجعلك تطير وتطير إلى السفن، بل تأخذني إلى جهنم. سليم، اغتنم هذه الدنيا بملذاتها ودنوها. لا مال لدي، أريد الصنف. اسرق الآخرين، لا حل غير ذلك. من أسرق؟ ألم تقل لي إن لديك مفتاحا مستنسخا لدار شقيقتك أسماء؟ بلى، قلت ذلك، ولا زال المفتاح عندي. إذن هذا هو المكان المناسب. أعرف أين تخبئ أسماء أموال زوجها. سأقوله لزوجي سيدي هذا الدار، أقول لزوجي بأن أخي العزيز هو الذي سرق مالك وعرق جبينك. أتحسب بأنك بفعلتك هذه ستنجو؟ هذا اتهام باطل. اتهام باطل؟ سليم، انظر، انظر إلى قفازك الذي استخدمته في سرقتك. أنا الذي غزلته لك ذات يوم. إلى متى يا سليم؟ إلى متى؟ لقد باتت ذنوبك لا تعد ولا تحصى. أنطق بكلمة واحدة، سليم. سليم، سليم، ما سبب تصرفاتك المشينة هذه؟ لماذا يا سليم؟ أخبرني سليم. دعني أخبرك بأمران لعلهما تكونان سببا في هدايتك. الأول أن أمك قد باعت ذهبها وسددت المبلغ المسروق، ولقد أبقينا الأمر سرا حتى لا تدخل السجن. أما الخبر الثاني، إن والدك قد أصيب بجلطة، وأنت السبب، أنت السبب يا سليم. إذا كنت لا تخشى عقاب الآخرة فعلى الأقل راعي والدك. أنطق بكلمة واحدة، سليم، سليم. كما وعدتك، هذه الثروة ستنقلنا إلى المريخ.
متى نتوقف عن هذا؟ أنا خائف. كما يقال اليوم خمر وغدا أمر. يا صوت صوت بك يا بني. من سليم؟ عم إبراهيم. لا عليك يا بني، لا عليك يا بني، لا عليك يا بني. أنا لا أستحق التفاتتك نحو وعطفك تجاه، بل أنت تستحق كل الرعاية والعطف يا بني الآن أكثر من أي وقت مضى. وماذا أفعل بذنوبي التي أثقلت ظهري؟ القيها عن ظهرك يا بني. كيف؟ بالندم أولا. هيهات أن ينفع الندم. بل ينفع في الحياة الدنيا ولا ينفع في الآخرة. هل يغفر الله لي ذنوبي إن أنا ندمت؟ إذا تبت إلى الله توبة نصوحة يغفرها الله لك إن شاء الله. حتى لو كانت ذنوبا لا تعد ولا تحصى. يغفرها الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أرشدني إلى الطريق الصحيح. الله يرشدك يا بني، والقرآن هو الذي يعينك في كل خطواتك. هيا يا بني، هيا قم قم قم. الله. اذهب إلى دارك، أمك الآن بانتظارك وهي أحوج الناس إليك. لا تتركني يا عم إبراهيم، لا تتركني. لن أفارقك يا بني حتى لا تعود إلى الخطأ مرة أخرى. هيا يا بني، هيا هيا. بارك الله فيك.